مانويل نوير بيقف فين؟ اللي بيتفرج على اوروبا؟ اللي بيتفرج على تشامبيونز والبوندس ليجا؟ هو بايرن ميونخ لو بيلعب اي فرقه في العالم وعنده ضربه ثابته من في نص ملعب المنافس لازم ولا بد على مانويل نوير انه يقف على نقطه نص الملعب. متاكد؟ طبعا. تاني السؤال نفس السؤال، انا هاكدها لحضرتك، نوير بيقف فين الاول وبعد كده ناكد؟ في وسط الملعب. في وسط الملعب طبعا. امتى بقى؟ من كام سنه الكلام ده؟ يعني جوارديولا هاكدها لحضرتك بالصور، في صور معانا. انا عارف بس انا الاول الناس تفهم. اللي عايز يفهم يعني. امتى الكلام ده؟ من قد ايه؟ لا من حوالي جوارديولا كان ماسك بايرن خمس سنين ست سنين. او خمس سنين. الصوره المشهوره للمدرسه الالمانيه. لا. هي المدرسه الالمانيه في حراس المرمى هي اللي عملت دور الليبرو في اخر ست سنين. بس جوارديولا هو دخل المفهوم ده. وجوارديولا طبعا المشهوره لجوارديولا هو قاعد في مكتبه ووراه البورد وحاطط فيها كاتب مانويل نوير في نص الملعب والناس قاعده تقول ان لما بنشوف نوير في نص الملعب ده بسبب الصوره بتاعه. معانا الصور يا شباب برضو علشان للي عايز يفهم يعني او للي بي صور في الـ في الـ يعني في السنين اللي فاتت مش في لا انا بتكلم ايه لانه في حاجات كده بتنتشر على السوشيال ميديا وللاسف الشديد ان بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما يفكر في بالشكل ده يقول لك بص اهو ده النادي الاهلي ما هاجمش خالص ولا عمل حاجه خالص. يبقى اكيد ما بيتفرجش على كوره اوروبيه. هو حاجه من الاثنين. الله ينور عليك. الله ينور عليك. اكيد ما بيتفرجش على كوره. يا اما جاهل بالكره الاوروبيه ومش بيتابع مانويل نوير وتحركاته. ما بيتفرجش. الحاجه الثانيه يا اما حاقد على النادي الاهلي. بس هو ما فيش حاجه غير من الاثنين دول. كويس. احنا النهارده بنحاول بالادله والبراهين والارقام والاحصاءات نثبت اشياء كثيره جدا. هي الحقيقه ما ينفعش ان انا اتكلم فيها ولكن الارقام بالنسبه لي مهمه جدا والصور بقى اللي بنجيبها لحضراتكم.